السلام عليكم. في سؤال بيقول ايه الشركات اللي شغاله بيم في مصر، وازاي اخد شهاده بحيث ان انا اقدر ادخل الشركات دي؟ الشركات اللي شغاله في مصر كتير جدا. في عندك اي سي جي، ايهاف، الدار السعوديه، دار الهندسه، دار فايس، خطيب وعالمي، دار الرياض، سعودي كونسبت، في عندك كيمت، في بي، المراسم الدوليه، اي سي جي، يعني ما شاء الله في مكاتب كتير جدا. في عندك برضو اوراسكوم شغاله، برضو في المولين العرب، محرم بخوم، مراسم، مكاتب كتيرة شغالة، ويمكن أنا ما أقدرش أقولهم كلهم. دي بعض الشركات. في شركات تانية آسف إذا كنت نسيت أي شركة فيهم. الشهادات أنا شخصيا كبيم مانجر لما بيجي لحد برمي الشهادة على جنب وأقول له لأ، طب تعالى ندردش كده يعني أخويا، تعالى نتكلم في البيم، أشوف فاهم في البيم ولا لأ، ولا هو مجرد بس عارف سوفت وير وخلاص. وصل لفين يعني؟ مثلا لو بتكلم عن ريفت، بيعرف يعمل فاميلي، بيعرف يشتغل مع فريق. ممكن واحد يكون شغال ريفت بس اللي اداله الكورس اداله لحد بس ان هم يشتغل، يفتح البرنامج ويشتغل عليه من غير ما يعرفوا ازاي يشتغل كفريق، ففقد قوة البيم على سبيل المثال مثلا. ومهما كان اي حد مرحب بيه يعني، ممكن واحد يكون مثلا مش خبر خالص او مش معاه شهاده خالص، بس انا حسيت من الانترفيو ان هو انسان محترم وهيقدر يطلع شغل كويس، تمام. انما لو شفت في وسط الانترفيو ان هو كذاب، خلاص الانترفيو وقف، انا ما اقدرش اشغل حد كذاب في السي في. يعني كان في واحد مهندس ميكانيكا وكاتب لي ان هو يعني كويس في التسليح، تسليح انشائي، ايه يا عم؟ فبساله بيقول لي ما انا واخد السي في من حد ومن على النت وضرب السي في يعني، تمام، مباشره كده، فما ينفعش يعني. المهم ان انت تعمل عليك وتبذل كل جهدك وتحسن الحاجه اللي انت عارفها، يعني مش بخاطره البرامج، مش ان انت عارف 100 برنامج، ممكن تكون واحد عارف برنامج واحد او اتنين بس متقنهم، زي ما الامام علي بن ابي طالب بيقول قيمه كل امرئ ما يحسن. فانت احسن عملك عشان ده قيمتك. لما تيجي تجيب لي السي في مثلا وانت لسه متخرج، وبس اثناء ما انت بتدرس كنت عمال مثلا تاخد مثلا شهاده في الليد، او رحت اتدربت في شركه، او رحت نزلت، ممكن يكون ما خدتش ولا شهاده في التدريب، يعني اتدربت في كذا شركه وما فيش ولا شهاده لاي سبب، يعني ما ادوكش شهادات، بس خبرتك كويسه خلاص مش محتاج الشهاده. يا فرحتي ان انا اجيب واحد خريج واخد دكتوراه من جامعة في أمريكا وفي بريطانيا ومش بيفيدني في شغلي، مش هيعمل لي شغلي، طب إيه اللازمة؟ أنا عن شخصيا كده الشهادات اللي يعني إحنا بنتكلم على السوق اللي موجود في الخليج أو موجود في مصر، هو بيبص إن الراجل ممكن يكونش عارف إيه هو البيم أو إيه الريفت، أو مش عارف يختبرك، زي مثلا لما حد يطلب مني يختبر حد مثلا في الجي ساس أو في حاجة مش متقنها، فبقول له طب وريني الشهادة بتاعتك، تمام؟ فهي نفس الفكرة، هو لو هو مش متقن للبيم هيقول لك وريني الشهادة بتاعتك في الريفت، انت واخد شهادة الريفت ايه وخلاص، تمام. وشهادات يعني في الفترة اللي فاتت دي كانت مضروبة، فانا ما اعتمدش عليها على عيني وراسي، بس تعالى اشتغل، افتح الكمبيوتر وارسم لي مثلا حاجة معينة، مثلا انت بتقول ان انت كويس في الفاونديشن، طب ارسم لي ووريني، طب كاتب كويس في الفاميلي، طب وريني، طب تعالى نشتغل احنا الاتنين مع بعض، نعمل كولابريشن مع بعض. فانت المهم اشتغل على نفسك، طور نفسك، حاول كل يوم تتعلم حاجة جديدة، تسمع كورس جديد، تطبق وكده، وربنا يوفقك إن شاء الله.